سلام البنات، واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم فلوغ نوجد العرس، رايحه العرس نوري لكم التحضيرات تاعي. بون درك راني في الصباح، صبانط للدنيا، حطيت الغدا، درت كسكسي اليوم بسكرانة جمعه، ودرك نوري لكم الحوايج اللي حنديهم معايا باه نلبسهم. ديت فاليزه صغيره بركه، هدي هي القنطوره الاولى اللي حنلبسها، ثقيله كيف تعرفوا حنا في عنابه نلبسوا الجونغ تاع القنادر الثقال. هذوما هدي رقبه وتفير، فها القاط تاعها بصح مش نحن نلبسو دوك، نشوف اسكو نلبسو ولا لا، بس كبنت السخانه هكا بالكمان. سنة نوريها لكم كامله باه اللي ما يعرفوش، هكا باه اللي ما يعرفوش التقاليد تاع عنابه. تجي كيما هكا الدفار تاعها شارجي، يطلع حتى المصدر، وبيان سور فيها الكمام تاعها. نجي ترونسبارون، هذا هو كيف قلت لكم القاط، ما جبونس با راح نلبسو. هذه القندوره الاولى، وهدية الثانية نقول لها غروفيل ولا اللي معروفين دركا تاع الميكرو. هذه الرقبة تاعها، وهدايا الضفير من تحت. هادي حنلبسها على دوزيام، ما ديتش تلفت للاخرى، دي الطول هادية. وهدية تيسو هدايا خيطو بالكول طالو هارنا، انا اللي خدمتو. تجي كول باتو، وفها مانش صغيرة خلاه ما تبانش، كيف الرقبة كيف الظهر كيف كيف. هذه تجي شارجي تيسو منو فيه هكا. وهدايا ساري كيف كيف انا اللي خيطته، تجي من هنايا لا غوب من تحت. القالون هذا هو يتباع، هذا ضو الظهر، الظهر يجي شويه هابط، وعملت له دا موديل درته وحدي، عملته في بالتراشق من جهه لاطاي، ومعاه هذا هو التيشو تاع الساري. شريت له القالون، زدته له من تحت، هدايا يجي فيه بعدا، مي هدايا لحقته له ويجي تلبس من الفوق. انا يجي موديل روعه. كنعاودو بلاصين في لافاليز، سي فري صغيرة شوية، مي لا غالب الأخرى كبيرة ياسر تجينيني كي نهزها. دوكا نجبد البوشيت و لي بيغ تشوسيغ لي حنلبسهم. قلت نوريلكم العباية لي نخرج باها فوق القناطر، هادو هما تجي ترونسبارونت، وفيها من هنايا الكابوش. هذا هو سي فري كو حنايا عندنا ياسر لي ديتاي هادوما يقلقوا، يعني جو بريفير كون جينا نروحو بغاب وبركه، بصح لي تراديسيون منقدرش نهربو منها. بون حاشاكم، هذه هي أدا صابو اللي حنروح بيه نخرج بيه منها، دونك مكلاه نحطو في الفاليز. هذه البوشات تاعو، من بعد باكي نكمل نحط فيها كيف نقولو حنايا العون، و تشوب تاع روج عليفغ اللي حنخدم بيه سي تو. وهدايا النواغ اللي حنلبسو مع اللبسة تاع الساري، وهذه البوشات تاعو. هنايا عندي لو تخيك هدايا نحط فيه لا بيغ شوسيغ، ما نحطهاش مع القش، امي مدوهم كي تشريو الصبابط وهكا، ما طيشوهمش خبيوهم.
اوكي هو ما حبك عليه هكايا نكون كملت التوجات على فاليز. هذه هي لكم الاكسسوار هدايا اللي ما تعرفوش هدايا صخاب ولا العنبر. هذا يتلبس فوق البناطر الثقال بيان سور، ما يجي فيه هكا لك شيء يدخلوا في القندوره وشي براحة ملاحة نسيبكم نقولوا له العنبر لفت المسك. بون البنات انايا باه تجيني الخدمة سهلة، انا جو مي ماكي تو سول وكيف كيف نعمل لاكوافيغ وحدي. وش ندير الحوايج اللي حنخدم بيهم الكل نجي نحطهم فوق لاكوافوز، نجبد الحوايج اللي حنخدم بيهم. كيف قلت لكم نوجد الحوايج اللي نخدم بهم بيسك هكا انا ديما ولفت المكياج وحدي. وهي البنات كي تتعلموا وحدكم خير، بيسك درك روحي شوفي تعملي مكياج كوافير عند الحفافه بقد مينيمم 500,000 نورمال خلاص. يبقى نشري انا حوايج سامبل هكا لي فوسيل بيسك هما اللي يعدلوا المكياج. حتى وحده ما تعرفش تدير مكياج اللي تعمل عندك حاجه سامبل مع لي فوسيل يعني يولي مليح ويبان شارجي. نوجدهم هكايا به من بعد كي نعود نخدم ما نبقاش نفركت ديك الحاجه وين وديك الحاجه وين. نعم انا درت لكم بلوزيغ فوا يعني من نشر الماكياج ندير لكم بتات خنايا القندره الاولى الموف بلاكش ندير معاها هذا هو يبان لكم في الضو ماغون بس هو موف اوبيرجين خلاص. برك هذه هي الباليت تاع الفابو بيغ كيف كيف وريتها لكم ديجا سنه هاد نوريها لكم. هاتهم لي ديما نخدم بيهم. انا اليوم حندير في لوغوز والبعض هانتا راح نديرو شارجي اخرى مي مع لي حبه باه يبانو مع لي فوسيل. هذا هو واش كنت حنقول لكم جوست قلت لكم نوجد هادو مع تاع لا كوافور عندي الاخرين تاعنا وهادو مع لي توف عندي الصغيره وعندي هادي الكبيره مي حنخدم بالصغيره بس قصيت في شعري نخدم بالصغيره. نوجد كلش فهمتي نشري كلش اللي نخدم به نخدم وحدي في الدار سي فري كو ماشي بروفيسيونيل مي نعدي. مهم البنات هادو هما التحضيرات الاوليين. دوك انا واش راح ندير ناخذ دوش نصلي الظهر ومن بعد به نقدر ندير لو فيرني وما نعرف اسكو ندير حرقص ولا لا. يا دوك نشوفو انا درت الفيرني ما ضحكوش على الضوافر يضحكوا. هذا كيما كان عندي نوم طوال خلا ملف بهم قصار ما نحملهمش طوال طولت مع الفرني حرقص ما كفانيش الوقت باه نديرو. ها هو الفرني تاع فرفشه مليح ياسر نيميرو 37 وصلت للسال اوغزمون لقيتهم حاكمين لي بلاصه اي كومبلي. هادو عطاهمنا في الدخله هادو مال الكورباي سله انديري وفيها شوكولا من الداخل وهديه حاطين سكر حجار في لابورس هذيك. يا زوز شوال شي
درك الوقت تاع تشرب القهوه. كيف شفتوا الجو مع دوك ليكور شوكولا وكراميل، وهادو ما مسمنات ولا نقولوا ما حنا في عندنا بالملاوي، ولهنايا مقروض قرن غزال، وهدايا صابلي وشوكولا مع القهوه. Oh.
وقت العشاء هذه سلطة فاريي وهذا حميص حار
والبراك باللحم نرحي، والديسير عنب، والخبز سو فورم دو بتي بان هكا، بان بريوش مليح. ومن بعد لحقونا الجاري يعني الشوربة، وتليت لي بالبنادق وبكريات تاع اللحم مرحي. وهذه البنات طاجين لحم ودولمة بالزيتون، وهدايا الغولي تاع الحوت. وديما لو ديرني بلا هو طاجين الحلو، مرقة حلوة. بالصحة البنات. البنات حبيت نصور هلكم اللورة هدي على توني تاع العروسة، الله يبارك تهبل جونغ حريم السلطان. و سيتو دركا وقت يجي دي جي ناحيه الغناية، بيسك ما عم باليش وانا هم اللي فيهم دغوا دوتور، وانا العرس الله يبارك مع دي طاب لومبيونس. راكم تعرفوا في الليل خاصك غير روعه، الناس كل فرحانين زاهيين مليح ياسر الله يبارك. ان شاء الله يا ربي ربي يهني الكوبل والعقبة للدرية الصالحة ان شاء الله. هذا جود لمياء، جود لمياء عفوا تبع للدي جي. لهنا حبيت نوري لكم الديكور، هذه لا سالة تاع بابيلون اللي في لي زالمان اي قدام فلوريدا بالاس. يعجبني فيها لو كوتي هذايا، انا كاين صالون، لهنا كاين كوتي زعما اون ديغي شلال زعما صوروا قدامو ايتو مليح ديكور. وهذه الهبطة، هذه هي البنات. وكيف تعرفوا دركا في لا ديرنيير بيريود هادية، ولو كاينين اللي يعملوا الديكوراسيون تاع لا سال، بيان سور البايمون تاعها يكون وحده اور لا لوكاسيون تاع لا سال، هكا انتر لي 4 مليون 5 مليون جوست بور لا ديكوراسيون. البنات الفلوق تاع اليوم فاض نفضه لكم بالبواطا غاتو، موديل جديد شوفوا في السيار، عجبتني اللي داخله اون ديغيت كم نوبا ما تاخذنا بالسيار صايرون. شوفوا الغاتو، هذه بقلاوه عرايش، هذا ستان فروي بيش نورمالمون، هذا ان كور بيتاتر مخبز ولا ها الكاطو ديجا حندش نندوقو. وان شاء الله يا ربي ربي يهني العرسان ويوفقها ما شاء الله والعقبه للدريه الصالحه. البنات اللي مازالت مش ابوني في لاشين تتفضل بالاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها جديد. باي باي.